صباح الخير، انا اليوم غنقدم لكم واحد طويجين. طويجين فيه الزيتون ديال الدار ومطيشه، هانتوما شويه ديال الزيت، شويه الخرقوم، شويه البزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الثومه محكوكه. وغنديروا بكفيته، يعني كفيته ديال السردين. تبعوا معايا حتى الاخر، هاديكم التفاصيل. تبعوا معايا حتى الاخر، وغندير معاه شويه ديال الجلبانه، شويه ديال الفلفله خضره، غنزوقوا. لما زوقته زدت الكفته، ها هي كورتها، شويه ديال الجبانه، شويه ديال خيزو، فلفله خضراء، والحامض والفلفله حاره. زوقته بيه، ها هو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ها هو بعد ما طاب، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم انتما. الفلفله حيتها حيت حاره بزاف، خفت نحرمو على مولين الدار.